السعودية، ليبيا، السودان، اليونان، العراق، قبرص والأردن، يدا بيد لفتح بوابة مصر العالمية. في إطار ما قد يصفه البعض بأضخم مشروع في تاريخ إفريقيا بالقرن الحادي والعشرين، المشروع الذي سيربط إفريقيا بأوروبا وكذلك آسيا تحت مظلة السلطة المصرية. الربط الكهربائي، البطاقة المصرية الرابحة لتصدير الطاقة نحو 3 قارات معاً في دفعة واحدة. فقد صار مشروع جمهورية مصر العربية الهدف الرئيس لعدة دول من الصف الأول لتحقيق الاستدامة الطاقية ودحر معضلة العجز الطاقي، خاصة في أوروبا المقاطعة لروسيا. أما إفريقيا فمشاكلها لا تنتهي هنا وهناك، ومصائب قوم عند قوم فوائده. بينما تسعى البلدان الآسيوية ومنها تلك الخليجية إلى الاستعانة بكل ما قد يساعدها على تطوير منشآتها ومشاريعها المستقبلية، لكن هل ستكون مصر قادرة حقا على تغطية حاجيات الآخرين وتحقيق ما تصبو إليه من مرابح خيالية؟ وماذا يكون بالضبط مشروع الربط الكهربائي القاري المصري الذي من المقرر له أن يضيء 3 قارات في آن واحد؟ هذا ما سنجيب عنه خلال هذا الفيديو لنرضي فضولكم وحب المعرفة لديكم، فما عليكم إلى الاشتراك بالقناة ومواصلة المشاهدة. فيض من الطاقة المصرية. وفقا لخبراء الطاقة، فإن الطلب العالمي على الطاقة الكهربائية في تزايد تدريجي سنويا، مما يفسر تحول إنتاج هذه الطاقة من مسألة أساسية داخلية إلى صناعة بهدف التصدير والربح، ما سيحرك عجلة الاقتصاد متيحا للبلد المورد استغلال تلك الطاقة لتغطية حاجيات المصانع والشركات. هذه العلاقة الترابطية ارتأت فيها مصر فرصة كبيرة لاستثمار كبرى مشاريعها الطاقية. فلك أن تعلم سيدي المشاهد أن مصر تمتلك في جعبتها ترسانة هائلة من المحطات الكهربائية، منها 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بأحدث التقنيات، تعد من الأكبر في العالم. ساهمت بدورها بإنقاذ جمهورية مصر العربية من الإفلاس الطاقي عام 2014، حينما وصل عجز الشبكة الكهربائية القومية إلى 6000 ميجاوات. أما الآن وبعد تشييد تلك المحطات 3 في إطار تعاون مع شركة سيمنز الألمانية بتكلفة إجمالية قاربت حوالي 6 مليارات يورو وكفاءة عملية تصل إلى 65%، فقد بلغ إنتاج مصر اعتماداً على هذه المحطات فقط 14400 ميجاوات، وهو ما سيسهم في تغطية 20% من إجمالي الاستهلاك المصري للكهرباء. بيد أن الأمر لم يقتصر على هذا الأمر، كون المسؤولين المصريين قد بدأوا بالفعل العمل على تحويل ذلك العجز الطاقي إلى فائض قابل للتصدير، وذلك من خلال مصادر الطاقة المتجددة، معتمدين في ذلك على حملة الاستثمار في مجال الكهرباء. الحملة التي بلغت قيمتها 355 مليار جنيه مصري بين عام 2014 و2021، وهي المدة التي شهدت ارتفاعا في إنتاجية مصر للكهرباء بنحو 30,000 ميجاوات إثر تشييدها ل 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية، إضافة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية ذات القدرة البالغة 1465 ميجاوات، والتي كلفت خزينة الدولة ما يزيد عن 2 مليار دولار أمريكي. يأتي هذا فضلا عن بقية مشروعات رؤية مصر 2030 التي تستهدف جذب تمويلات محلية وأجنبية ضخمة تصل إلى ما يقرب من 57 مليار دولار ضمن خطة صناعة الطاقة المتجددة 2035، حيث يبتغي المسؤولون توفير ما يصل إلى 42% من إجمالي حاجيات الشعب المصري، علماً وأن مصر تحتل المرتبة الأولى كأكثر بلد عربي إنتاجاً للكهرباء المستمدة من الطاقة الشمسية والطاقة الرياحية، وذلك وفقاً لما رصده تقرير منظمة جلوبال إنرجي مينيتور الصادر عام 2022، والمؤكد للطفرة الاستثنائية في تاريخ مصر في علاقتها بالطاقة المتجددة، خاصة في ظل تحول عجز 2014 إلى وفرة في الإنتاج
تجاوزت حد 13,000 ميجاوات قبل سنتين من الآن. إلا أن جميع تلك النتائج تعيد فتح باب الانتقادات والتساؤلات من طرف المصريين حول أسباب الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال الصيف الماضي على فترات متقطعة، وهي المعضلة التي فسرها الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، موضحا أن الأزمة تعود بالأساس إلى اعتماد محطات الكهرباء الوطنية على 75% من الغاز الطبيعي المصري، الأمر الذي يعرض تلك المحطات إلى التوقف من وقت لآخر نظرا لمحدودية الغاز، وهو ما قد يفسر توجه مصر إلى استغلال أكثر من مصدر لتوليد الكهرباء وتلبية الطلب في أوقات الذروة. مصر تضيء قارات العالم. وفقا لما يروج عن مشروع الربط الكهربائي القاري، فالغاية منه هي جعل مصر محورا عالميا للطاقة في ظل الاحتياطي اليومي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المقدر ب 15,000 ميجاوات، وهو ما سيحقق انتعاشة اقتصادية جد مهمة للبلد اعتمادا على العائد المادي من العملة الصعبة. هذا وقد شرعت مصر في تفعيل هذا المشروع مع السودان أول المشتركين بالقارة السمراء بقدرة نقل بلغت 70 ميجاوات كبداية، قبيل رفعها إلى 3,000 ميجاوات فيما بعد. ثم وقد بدأت مصر كذلك في نقل 160 ميجاوات من الكهرباء إلى ليبيا، علما وأنها لا تزال تطمح إلى التوسع نحو بقية الدول الإفريقية مثل إثيوبيا والكونغو. لكن وعلى الصعيد الآسيوي، فخطة الربط الكهربائي تطورت بشكل ملحوظ بعد التعاقد مع السعودية، إذ وبحسب رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، فقد تم إنجاز 40% من القسم الأول لمشروع الربط القاري بين القاهرة والرياض، على أن يقع الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية خلال السنة القادمة، لتتمكن بذلك جمهورية مصر العربية من تحويل 3,000 ميجاوات نحو السعودية، وتسهيل عملية الربط مع دول الخليج من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي، لا سيما أن مشروع الربط القاري مع العراق قيد التشغيل والتطوير المستمر، على غرار الأردن الذي أنهى التفاوض مع السلطات المصرية، وذلك لرفع قدرة النقل إلى ما لا يقل عن 3,000 ميجاوات مثله مثل السابقين. هذا بالنسبة للقارتين الإفريقية والآسيوية. أما فيما يخص أوروبا، فقد أعلنت المهندسة صباح مشالي خلال شهر مارس الماضي عن طرح مناقصة على المكاتب الاستشارية العالمية لوضع المخطط العام، وذلك في إطار دراسة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر اليونان، إذ تعول القارة العجوز على هذا المشروع البالغ قيمته 5,500,000,000 يورو، وذلك لتغطية بعض مما تعانيه من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، ليكون بذلك هذا التعاون هو الاتفاق الأول من نوعه بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط، حيث يخطط الطرفان لبناء كابل كهربائي بطول 950 كيلومتر لنقل 3,000 ميجاوات من مصر إلى اليونان قبل الانتشار نحو قبرص وغيرها من بقاع أوروبا، إبان إدراج الاتحاد الأوروبي لمشروع الربط الكهربائي القاري ضمن قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك. فهل ستتمكن مصر من التحول إلى مرجع مركزي عالمي ومسيطر على المشاريع الطاقية للربط القاري؟